السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ معاكم وعد، وحشتوني جدا. ماسك لسه مجرباه من شوية، لقيت النتائج بتاعته فظيعة جدا، ما قدرتش استنى، قلت هنزل الفيديو عشان الحلوين يقوموا يجربوه يقولوا لي رأيهم ايه في الماسك ده. بس فضلا وليس امرا حطوا لي لايك وانت تسمع الفيديو، ولو مش مشتركين دوس اشتراك وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. يلا نقول بسم الله. رجعنا تاني يا بنات، معايا بولة صغيرة ومعايا البيكنج باودر. البيكنج باودر ده فظيع جدا في تنظيف البشره بعمق شديد جدا جدا. في دلوقتي عاملين منه غسول بالبيكنج باودر، وعاملين باكيتات كده، باكيت صغير كده برده من البيكنج باودر، بينظف البشره جدا جدا، فظيع بصراحه. تمام، ومعايا كاتشب. الكاتشب انا ممكن كنت استعملت طماطم، بس حسيت ان هي هتبقى حساسه قوي قوي زياده عن اللزوم مع البيكنج باودر، لقيت دوت اخف على البشره. تمام، طبعا انا لسه مجربه بقى، البيكنج باودر فيه قليل جدا. البيكنج باودر ما قلتش بيكربونات الصوديوم، بيكنج باودر عشان الناس تبقى عارفه اهو. تمام، طيب، ومعايا برده معلقه من الكاتشب، ادمجهم كويس يا بنات كده. عايزة انت طبعا يعني تعملي كمية، يعني هي نص معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة من البيكنج باودر، ومعلقتين من الكاتشب، او ندوب كويس كده. بنغسل البشرة بالغسول المفضل بتاعك، وامحي اي ميك اب او اي كريمات فيه، وابتدي اخد من المكون بتاعي وابتدي ادلك بيه البشرة. اي بشرة بنعمل تيست بسيط تحت الخد كده الاول لمدة دقيقة كده، واسيبه دقيقة وبعد كده اغسله واستنى 10 دقايق. لو لقيت تحسس في سوري حرقان في اي حاجه، تغيير في لون الجلد، ما جيش جنبها. بس ما تخافوش، انا جسمي بيتحسس بسرعه قوي، فما ما حسيتش بحاجه يعني بامانه يعني. بس لاجل الاطمئنان نعمل تيست بسيط، باخد من المكون بتاعي وابتدي ادلك عكس عقارب الساعه لمده دقيقه رايح ودقيقه جاي كده، وبسيبه برده دقيقتين على البشره، وببتدي اغسل البشره. بس تدلكي كويس، دلكي عند الانف وتحت الدقن كده وكويس قوي، بعدي عن العين شويه. ادلك لمده خمس سوري دقيقه رايح ودقيقه راجع كده عكس عقارب الساعه، واسيبه دقيقه واغسل بميه من الحنفيه. بعد كده بقى بستخدم التونر بتاعي اللي هو ماء الورد، او بغسل بميه ساقعه من الحنفيه او مكعب التلج عشان اغلق المسام. بعد كده تنشفي، بعد كده تحطي المطب بتاعك وشوفي بشرتك عامله ازاي. هتبان النتيجه دلوقتي حلوه، بس على بالليل بقى لم او تاني يوم هتلاقي النتيجه بانت اكتر واكتر. هي بتبان في اولها حلوه جدا، تاني يوم هتيجي تبص لنفسك في المرايه هتلاقي بشرتك مختلفه تماما عن اي ماسك جربتيه. سهل وبسيط ومش مكلف، ومفعوله رائع جدا جدا. جربوه وقولي لي ايه رايكم، هستنى تعليقاتكم الجميله. بلاش تعليقات الا لما تجربوا وتشوفوا الدنيا فيها ايه. التيست الاول، البشره حساسه ما تعملهوش. لو حابه تجرب ممكن تجرب حته تحت الخد وتشوف برده الماسك هيعمل معاها ايه. يا رب النهارده اكون افدتكم، ما كنتش طولت عليكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.